تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده اليوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من ملفات عمل الوزارة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود وزارة البيئة في تنفيذ التكليفات الرئاسية بخصوص عدد من الملفات، منها الوضع البيئي والمخلفات الصلبة والمحميات الطبيعية والسياحة البيئية وملف الاستثمار البيئي. تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والأثار والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مضللة، مشددة على أنه لا يسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك وليست تأشيرة زيارة وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة السعودية. التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وأكد عاشور على وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العالي التي تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مختلف المشروعات القومية في سيناء بمختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم العالي. ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في المجمع الرئاسي بأنقرة بعد فوزه بولاية ثالثة شكر فيها أنصاره. وقال أردوغان إن قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا. وأكد أردوغان أن المنظمات الإرهابية خسرت و85 مليون مواطن فازوا جميعا، مضيفا سننحي الخلافات جانبا وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية. تأهل المنتخب التونسي إلى ثمن نهائي كأس العالم تحت 20 سنة والمقررة بالأرجنتين بعد خسارة هندوراس أمام فرنسا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. وكان المنتخب التونسي يحتاج إلى تعادل المنتخب الهندوراسي أمام فرنسا أو فوز منتخب الديوك على هندوراس بفارق لا يتجاوز 3 أهداف حتى يبلغ الدور الثاني من المونديال.